السعودية، الإمارات، شريان الثورة المضادة والداعم الأكبر لحكم العسكر في مصر السيسي وليبيا حفتر وانفصاليي اليمن في طريقهما للزوال، ونضوب خطوط الدعم للثورة المضادة خير شاهد ودليل. فبعد الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو السعودية في البقيق، لربما اكتشف غلام سلمان أن حامي المملكة هو الله وليس الدولارات التي دفعها جزية لترامب. بينما تبيت الإمارات مستنزفة اقتصادياً وهي تنفق خزائنها على الانقلابات وعربيها يمنة ويسرى، ثم تصبح مرعوبة بحثاً عن النجاة بجلدها من أي مواجهة محتملة مع إيران، ليصرح قادة الحرس الثوري أن الإمارات ليست أكثر من مبنى زجاجي كسر أو يكاد. في زحمة الأنباء الواردة عن تخبط رؤوس الشياطين، يأتيك الخبر اليقين بسقوط المدعوم من زعماء الثورة المضادة وأذنابها. فالسيسي أمسى يومه كأنه يوم الفزع الأكبر بعد بركان المصريين المطالب بالرحيل، فنظام العسكر اليوم أقرب للهاوية من أي وقت مضى، نظام داخلي متصدع بشكل واضح ورئيسه في مأزق عميق في ملف الاقتصاد خاصة، وأصوات داعمة في أواسط الجيش المصري للتخلي عنه واقتلاع فرعون مصر الجديد. وهناك قريباً جداً حال الانقلابي خليفة حفتر ليست بالأفضل، فمنذ فشله الأخير في السيطرة عسكرياً على طرابلس العاصمة بات كيان عجوز الرجمة أوهن من بيت العنكبوت، فلا هم دعموه لهجوم آخر ولا أعطوه ما يبقيه مسيطراً على معاقله. سيسي مصر وحفتر ليبيا أدوات في طريقها للسقوط، فما إن سقط الداعمون في الرياض وأبو ظبي حتى بدأت عروشهم تتهاوى وقواتهم تتهالك، وتلك لحظة فارقة قد تبرأ فيها الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فالحتمية في النتيجة أن الثورات المضادة وأربابها على شفا حفرة من السقوط أو سقطوا، ومصر شاهد النتيجة ودليلها.